بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد أحب خلقك إليك، وصل على سيدنا محمد أسعد خلقك بك. اللهم أكرمنا وأسعدنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا 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 يا رب العالمين. وقفنا في لقائنا السابق عند صفحة 35 من رسالة بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي، واليوم إن شاء الله سيتعرض إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة غريب القرآن. مسألة غريب القرآن، وهل الفصاحة والبلاغة يشترط فيها أن يستعمل المتكلم ألفاظاً غريبة؟ هل تقاس بلاغة المتكلم بتركه للألفاظ المستعملة السهلة القريبة التي يتحدث بها الناس، ليستعمل ألفاظاً ضخمة فخمة غريبة على المستمع؟ هل الغرابة شرط في البلاغة؟ هذا هو الذي سيدور عنه مجلسنا اليوم، وأسأل الله أن يبارك فيه. تفضل الشيخ طه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا وأطب بقاءه وانفعنا والأمة به يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فإن قيل إنا إذا تلونا القرآن وتأملناه وجدنا معظم كلامه مبنياً ومؤلفاً من ألفاظ مبتذلة في مخاطبات العرب مستعملة في محاوراته. كلمة مبتذلة، هذه الكلمة تعد من عيوب الفصاحة والبلاغة عند متأخري علماء البلاغة، تعد من العيوب القادحة في فصاحة الكلام، ويقصدون بالابتذال أن تكون الكلمة مستهلكة على ألسنة العامة، فيأتي المتكلم الشاعر أو الأديب ويستعمل هذه الكلمة المبتذلة المستهلكة كثيرة الدوران على ألسنة العوام، كثيرة الدوران على ألسنة العوام. علماء البلاغة يعدون هذا عيبا، أو بعضهم على أكثرهم على المشهور يعد هذا عيبا قادحا في البلاغة، وهو الابتذال، بيسموه الابتذال. فهم يريدون للشاعر والأديب أن لا ينزل بمستواه إلى مستوى العام، أن يرتفع بالأذواق وأن يرتفع بالملكات وأن يعلو بالقارئ، أن يعلو بالإيه؟ أن يعلو بالقارئ ويرتفع به. أما أن ينزل هو إلى مستوى العامة ومستوى أشباه العامة ومستوى أشباه 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 العامة، فهذا يعده علماؤنا يعدونه عيبا قادحا في البلاغة وفي الفصاحة. فالشيخ يقول إذا تلون القرآن، خد ختمة كده في المصحف وضع واصنع مسردا في دفتر مستقل للألفاظ الغريبة التي لا تعرف معناها، واصنع إيه؟ ها؟ مسردا للألفاظ الغريبة التي لا تعرف معناها، فإنك ستجد أن هذه الألفاظ الغريبة قليلة وليست كثيرة، ربما تقرأ سورة من السور الطوال ولا تجد فيها لفظا غريبا ربما. فالألفاظ الغريبة في القرآن الكريم قليلة وليست كثيرة بالنسبة لعدد ألفاظه، بالنسبة لعدد ألفاظه. طيب، ولذلك يقول إن إذا تلون القرآن وتأملناه وجدنا معظم كلامه
مبنيا ومؤلفا من ألفاظ مبتذلة. هو لا يقصد بالابتذال هنا ما يقصده به العلماء المتأخرون الذين جعلوا الابتذال عيبا في البلاغة، وإنما يقصد بكلمة مبتذلة ما فسره به بعد ذلك في قوله مبتذلة في مخاطبات العرب مستعملة في محاوراتهم. فيقصد بالابتذال هنا كثرة الاستعمال في محاورات العرب، وليست الابتذال أنها ألفاظ سوقية أو ألفاظ هابطة أو ما شابه ذلك. يبقى لاحظ أن كلمة مبتذلة هنا غير مبتذلة عند المتأخرين من علماء البلاغة، تمام؟ فهو الرجل وضح وفسر، فقوله مستعملة في مخاطبات العرب وفي محاوراتهم هذا تفسير لمراده بكلمة مبتذلة، يعني أكثر ألفاظ القرآن الكريم مما يستعمله العرب، مما جاء في شعرهم وفي نثرهم وفي مخاطباتهم، هذا من حيث الإيه؟ الألفاظ. كمل يا سيدي كده. قال رحمه الله: وحظ الغريب المشكل منه بالإضافة إلى الكثير من واضحه قليل. أيوة، يعني إذا أنت صنعت نسبة وتناسب ستجد أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم بالنسبة للألفاظ الواضحة معناها قليلة جدا، الألفاظ الغريبة قليلة. وهناك علم اسمه علم غريب القرآن، هناك علم اسمه إيه؟ علم غريب القرآن، وألفت فيه كتب، بل وغريب الحديث أيضا، وغريب الحديث. يعني في غريب القرآن مصنفات كثيرة، لعل من أشهرها المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، تمام، وغريب القرآن للسجستاني، وهكذا. وفي الحديث غريب القرآن لأبي عبيدة القاسم بن سلام وغيره، وغريب القرآن للفائق في غريب القرآن للزمخشري. الزمخشري ألف كتاب مجلدات كبيرة اسمه الفائق في غريب القرآن، في غريب الحديث، الفائق في غريب الايه؟ الحديث. طيب، معنى كده أن لو أن ألفاظ القرآن كلها غريبة، لا، ألفاظ القرآن ليست كلها ايه؟ غريبة. طيب، كمل يا سيدنا كده. وعدد الفقر والغرر من ألفاظه بالقياس إلى مبادله ومراسله عدد يسير. نفس الكلام، نفس المعنى، ولكنه يعطيك المعنى بطريقة أخرى. يقول لك عدد الفقر والغرر من ألفاظه بالقياس إلى مبادله ومراسيله عدد يسير. يعني الألفاظ المرسلة في القرآن الكريم كثيرة جدا، يعني السهلة الواضحة كثيرة جدا، الألفاظ الغريبة والفقر الغريبة قليلة جدا، تمام؟ ماشي، كمل سنة. نعم. فكيف يتوهم عليهم العجز عن معارضته والإتيان بمثله؟ هم عرب فصحاء مقتدرون على التصرف في أودية الكلام، عارفون بنظومه قصيده ورجزه وسجعه ورجزه وسجعه وسائر فنونه. طيب، هو هنا يطرح سؤالا، يقول إذا كانت الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم قليلة وكانت ألفاظ القرآن مستعملة عند العرب، فكيف عجزوا مع أن الألفاظ هي الألفاظ؟ الآن هو عرض مقدمة وتوصل منها إلى إشكال. المقدمة التي عرضها وهي مسلمة أن عدد الألفاظ الغريبة في القرآن قليلة. طيب، إذا نظرنا إذن وسلمنا بهذه المقدمة، معناها أن أكثر ألفاظ القرآن من ألفاظ العرب التي يستعملها العرب. طيب، إذا كانت، رتب على ذلك، إذا كانت ألفاظ، أكثر ألفاظ القرآن من جنس ألفاظ العرب ومن نفس ألفاظ العرب، فكيف عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن الكريم؟ الألفاظ ألفاظهم، الألفاظ إيه؟ أكثرها واضحة سهلة، ليس الغريب فيها قليل جدا، يعد عدا. فهذا هو الإشكال
وهم عرب عرباء وهم يعرفون عارفون بأودية الكلام. سلام، عارفون بإيه؟ أودية الكلام، يعني المدح له وادي والهجاء له وادي والرثاء له وادي والنسيب والغزل له وادي، هذه أودية الكلام. عارفون بنظومه بخبره وإنشائه واستفهامه وتشبيهاته ومجازاته واستعاراته وكناياته، عارفون بطرق النظم والتأليف، عارفون بطرق النظم والإيه؟ يقدمون ويؤخرون ويعرفون وينكرون إلى آخره، هم أدرى بذلك لأنها لغتهم. طيب، عارفون بنظومه قصيده ورجزه. القصيد والرجز ده في الشعر، ده في الإيه؟ في الشعر. وسجعه، السجع في النثر، السجع في النثر بمقام الوزن في الإيه؟ بمقام التقفية في الشعر، بمقام التقفية فين؟ في الشعر. وسائر فنونه. كمل يا سيدنا كده. فلو كانوا بس أنا استوقفتني قوله عارفون بنظومه. النظوم جمع نظم، وقد يتبادر إلى الذهن أن مصطلح النظم أول من أطلقه هو الإمام عبد القاهر، لأنه هو الذي جاء بنظرية اسمها نظرية الإيه؟ النظم، وهي أكبر نظرية قامت عليها البلاغة العربية من زمن عبد القاهر إلى الآن، ولم يستطع أحد أن ينقض بالضبط، أن ينقض يعني يهدم، لم يستطع أحد أن ينقض هذه النظرية ولا أن يهدمها، فهي نظرية عليها إجماع من العلماء في هذه الأزمنة المتطاولة. إذن مصطلح النظم كان موجودا قبل الإمام عبد القاهر، لأن الخطابي قبل الإمام عبد القاهر بسنوات، الخطابي قبل الإمام عبد القاهر توفي 471، الخطابي توفي كام؟ 300 وكام يا سيدنا؟ الخطابي توفي 388، يعني الخطابي توفي وعبد القاهر لم يولد، وعبد القاهر في كتم العدم، وعبد القاهر فين؟ في كتم العدم، لم يولد بعد. طيب، يبقى معنى هذا أن مصطلح النظم كان معروفا قبله، يعني معنى هذا أن الإمام عبد القاهر لم يخترع مصطلح النظم، وإنما جعله نظرية ووضع أسسه ووضع الأطر التي يدور فيها والفلك الذي يسير فيه. وقبل الخطابي الجاحظ استعمل مصطلح النظم، بل وضعه في عنوان كتاب له سماه نظم القرآن. الكتاب ده مفقود، لم يصل إلينا، وبعض علماء زمن الجاحظ ألفوا كتبا وضعوا عناوينها نظم القرآن، جعلوا عنوانها نظم الإيه؟ هذه الكتب كلها مفقودة، لم تصل إلينا، وكم ضاع عنا وغاب عنا من تراث العرب الذي لم يصلنا، بل ما وصلنا من تراث العرب إلا أقله، ما وصلنا من تراث العرب إلا أقله. كمل يا سيدي. قال رحمه الله تعالى: فلو كانوا أرادوه وقنعوا عن شفاء الأنفس به لسهل ذلك عليهم، وإنما عاقهم عن ذلك رأي آخر كان أقوى في نفوسهم وأجدى عليهم في مبلغ آرائهم وعقولهم، وهو مناجزتهم إياه الحرب ومعاجلته بالإهلاك استراحة إلى الخلاص منه. تمام، يعني هم العرب حينما فزعوا إلى الحرب وسكتوا عن معارضة القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم تحداهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، سورة إنا أعطيناك الكوثر، لم يأتوا. طيب، ما داموا لم يأتوا وعجزوا عن المعارضة، لجأوا إلى الحرب وإراقة الدماء وسفك الأنفس والمهج،
وسفك الأنفس والإيه؟ يريدون أن ألا يطيلوا أمد هذه المخاصمة، وألا يطيلوا أمد هذه المعارضة، لأنهم أرادوا، ظنوا وتوهموا أنهم بالحرب سيجتثون شأفة الإسلام وسيقضون على هذه الرسالة ويأيدونها في مهدها، وأنهم سيأيدونها في إيه؟ في مهدها. تمام. فأرادوا كما نقول، أرادوا أن يقضوا على الإسلام بالضربة القاضية من الحرب. تمام. حين عجزوا عن المعارضة، لأن المعارضة كانت ستطيل أمد الخصومة، لأن المعارضة كانت ستطيل إيه؟ أمد الخصومة، لأنهم سيأتون بنص، والنص سيلجأ إلى النقاد، والنقاد يقولون هو مثله أم غيره، أم أقل منه، أم أضعف منه، فتطول الأمد. فقالوا لا، نقضي عليه بالحرب مرة واحدة، نقضي عليه بالحرب مرة واحدة. ماشي، كمل. نعم. وكراهة لمطاولته على القول ومعارضته بالكلام الذي يقتضي الجواب. نعم. فيتمادى بهم الزمان بالنظر فيه والانتقاد له، فتكثر الدعاوى ويخفى موضع الفضل بين الكلامين، فمالوا إلى هذا الرأي قصدا إلى اجتياحه واستئصاله، إذ كانوا فيما يرونه مستظهرين عليه مستعلين بالقدرة فوقه. وطبعا هذه لغة القوة ومنطق القوة ومنطق الاستعلاء. الأصل في منطق العقل أن يقابل الفكر بالفكر، وهو تحداهم بالحرب أم تحداهم بالقرآن؟ تحداهم بالقرآن. هم تركوا هذا التحدي البياني البلاغي الذي برعوا فيه ولجأوا إلى الحرب، ولجأوا إلى إيه؟ ولجأوا إلى الحرب، وفي هذا استقواء، وهم يستضعفون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ويظنون أنهم لو لجأوا إلى الحرب سيقضون عليه دفعة واحدة دون إطالة أمد المقاولة وأمد الخصومة. تمام. فهذا كما قلت، هذا منطق المتكبر المستعلي، ليس منطق العقل، وإنما هو منطق إيه؟ المتكبر المستعلي. منطق العقل يقول أنا أتيتك بحجة فأتني بحجة، أتيتك بحجة فأتني بإيه؟ بحجة، أتيتك بنص فأتني بنص مثله، أتيتك بسطر فأتني بسطر مثله، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لو أتيتني بمثل هذا السطر لأبطلت المعجزة وانتهى الأمر وقضي تماما. فأنت حين تترك مجال الذي نختلف فيه وتلجأ إلى مجال آخر تماما وهو مجال الحرب، هذا معناه إفلاس في العقل، هذا معناه إفلاس في الخصومة، هذا معناه إيه؟ إفلاس في الخصومة. ماشي، كمل. قال رحمه الله تعالى: قيل إنا قدمنا من بيان أوصاف بلاغة القرآن وذكرنا من شرائطها ما أسقطنا به عن أنفسنا هذا السؤال، وزعمنا أنها أمور لا تجتمع لأحد من البشر ولا يجوز أن تأتي عليها قدرته، وإن كان أفصح الناس وأعرفهم بطرق الكلام وأساليب فنون البيان، وذكرنا العلة في ذلك وبينا المعنى فيه، ولم نختصر فيما اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد الألفاظ التي منها يتركب الكلام دون ما يتضمنه من ودائعه التي هي معانيه وملابسه التي هي نجوم تأليف. طيب، الآن هو بدأ يرد على هذه الشبهة، وهي شبهة أن القرآن الكريم معجز بالألفاظ الغريبة الموجودة فيه، فرد وقال لا، ده الألفاظ الغريبة عددها
قليل جدا، ثم تطرق إلى مسألة المعارضتهم للقرآن الكريم ونفى هذا وقطع القول فيه، وقال إن سبق أن ذكر أن الكلام له عناصر ثلاثة في صفحة 27، قال الكلام له عناصر إيه؟ ثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط بينهما ناظم، لفظ ومعنى ونظم، تمام؟ ثم قال في صفحة 27، لو جبت صفحة 27، قال كلمة عالية جدا، قال: فتفهم الآن الفقرة الأخيرة واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني. يعني القرآن الكريم أخذ من كل عنصر أحسنه، الألفاظ أحسن ألفاظ، المعاني أحسن معاني، النظم أفضل نظم. وهذا ليس اجتماع هذه الثلاثة على درجة الكمال والتمام ليست متيسرة لأحد من العرب، لا تجتمع في كلام أشعر شعرائهم. إذا تعرضت القصيدة عند شاعر تقول: والله اللفظ ده لو استعمل كذا لكان أفضل، والتركيب ده لو استعمل استفهام أو إنكار أو قدم أو أخر لكان أفضل، والنظم كذلك والمعنى كذلك. يعني ما من شاعر إلا ووجهت إليه سهام النقد، حتى ولو كان أشعر الشعراء، إلا ووجهت إليه سهام الإيه؟ النقد، إما في لفظ وإما في معنى وإما في إيه؟ في نظم، وإما في نظم. الذي سلم من ذلك كله على طوله وعرضه هو القرآن الكريم، لم يسلم لشاعر ديوان ليس فيه عيب. لا تجد شاعرا ليست له زلة وليست له سقطة، إما في لفظ أو في معنى أو في نظم. أما الكمال التام على طول الخط فهذا ليس إلا للقرآن الكريم، تمام كده؟ تمام. فهذا هو الذي قدمه، وهو الذي الآن يذكره، يقول: القرآن الكريم معجز بألفاظه، معجز بمعانيه، معجز بنظمه، لأنه كما قال هناك في صفحة 27 جاء بأحسن الألفاظ، بأفصح الألفاظ، في أحسن المعاني، في أفضل نظوم الكلام، تمام كده؟ طيب كمل. قال رحمه الله: وقد قال بعض العلماء في الأسماء اللغوية، وهي نوع واحد من الأنواع الثلاثة التي شرطنا أنه لا يجوز أن يحيط بها إلا نبي. طيب، لا يجوز أن يحيط بها كلها إلا نبي، هذه عبارة من؟ هذه عبارة الإمام الشافعي، وهو ذكرها قبل ذلك، وقال إن مقولة الإمام الشافعي النبيلة العالية في كتابه الرسالة، يقول إن هذه اللغة عن اللغة العربية أوسع اللغات مذهبا، ولا نعلمها يكاد يحيط بها بشر غير نبي، ولا نعلمها يكاد يحيط بها بشر إيه؟ الألفاظ نعم، في المعاني والنظوم نعم، لأن علم البشر، نظم البشر وكلام البشر على قدر علم البشر، وعلمهم ناقص فكلامهم يعتريه النقص، ونظم القرآن على قدر علم الله وعلمه كامل، وعلمه ليس هناك شيء أكمل من علمه سبحانه، فلذلك الكمال المطلق للقرآن الكريم. أما كلام البشر فيعتريه، يعني إذا علم المتكلم بعض ألفاظ اللغة خفي عنه بعضها، ولا يوجد إنسان واحد ملم بجميع ألفاظ اللغة إلا أن يكون نبيا، كما قال الشافعي رحمة الله عليه، إلا أن يكون نبيا، لأن هذا يتوقف على وحي. الجمع
مهما بلغ عالم اللغة في جمع اللغة وفي الإحاطة والاستقصاء والاستيعاب يند عنه أشياء، تغيب عنه أشياء، تغيب عنه إيه؟ فقل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك إيه؟ أشياء. ما من أحد يستطيع الإحاطة بكل شيء لأن اللغة واسعة جدا. طيب، وكذلك قل في المعاني، وقل في النظوم والتراكيب، لأن المعنى الواحد يمكن أن يصاغ في لغة العرب بأساليب لا حصر لها. الإحاطة بهذه الأساليب وبالطرق التركيب واختيار الأوفق والأنسب منها هذا لا يكون إلا لله. نعم، المتكلم يوفق في ذلك، ولكنه يوفق ويخفق، يصيب وإيه؟ ويخطئ، يصيب وإيه؟ أما السداد التام فهو في القرآن الكريم، لأن الإحاطة بذلك لا تكون إلا لعلام الغيوب، لا تكون إلا لإيه؟ لعلام الغيوب. ماشي سيدي، كمل. قال رحمه الله: وقد كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو من الفصاحة في ذروة السنام والغارب يقرأ قوله عز وجل: وفاكهة وأبا، فلا يعرفه فيراجع نفسه ويقول: ما الأب؟ ثم يقول: إن هذا تكلف منك يا ابن الخطاب. لا شك هو يستشهد بحكاية سيدنا عمر وبحكاية التي بعدها عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، يستشهد بها على أن الإحاطة بألفاظ اللغة ليست كما قال الإمام الشافعي إلا لنبي، ليست إلا إيه؟ يعني هؤلاء أكابر الصحابة وغابت عنهم أشياء، ولذلك هو يستدل بهذا، يستدل بما أورده عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو من هو عمر الفاروق رضي الله عنه، وعن سيدنا ابن عباس الذي سمي ترجمان القرآن ومسح النبي، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه؟ التأويل. وعلى الرغم من ذلك هناك أشياء في اللغة تخفى عليه ويسألون عنها. يبقى معنى كده عدم الإحاطة، معنى كده عدم الايه؟ الإحاطة. طيب، يعني سيدنا عمر لم يعرف معنى كلمة أبا في قوله تعالى: وفاكهة وإيه؟ وأبا. ثم عاد إلى نفسه: إن هذا تكلف منك يا ابن الخطاب. يعني إيه تكلف منك يا ابن الخطاب؟ يعني هل تزعم أنك تحيط بكل شيء؟ خذها في سياقها، ليس معناه تكلف أنه لا يبحث عن المعرفة، هو يبحث عن المعرفة، ولكن حتى لا تظنن أنه أحاط بكل شيء علما، لأن الذي أحاط بكل شيء علما إنما هو الله، حتى لا تظنن أنه إيه؟ أحاط بكل شيء علما. خلاص ولا إيه؟ نعم. قال رحمه الله: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن. لا، ترجمان. نعم. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، ترجمان بفتح التاء، قد أحوجت سمعي إلى إيه؟ إلى ترجمان. نعم. وهو ترجمان القرآن ووارث علمه يقول: لا أعرف حنانا ولا غسلين ولا الرقيق. طبعا هذه ألفاظ وردت في القرآن الكريم، حنانا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، مش كده؟ غسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، مش كده؟ طيب، إيه كمان؟ الرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تعجب هذه الألفاظ لا يعرفها سيدنا ابن عباس، تعجب هذه الألفاظ، حنان وغسلين والرقيم، لا يعرفها مدينة العلم، لا يعرفها ترجمان القرآن. هكذا وردت الرواية، حتى التفث، ثم ليقضوا تلتفثهم وليوفوا
نذورهم وليطوفوا التفث، أيضا كان يسأل عنه سيدنا ابن عباس ويقول هل في اللغة التفث في شيء من كلام العرب؟ هذا معناه أنت ينبغي أن تحمل هذه الروايات في سياقها، سياقها الذي جاءت فيه هو عدم الإحاطة، أنه ما من عالم مهما كانت سعته في اللغة ومهما كانت إحاطته في اللغة إلا ويغيب عنه أشياء، إلا وتغيب عنه أشياء، إلا وإيه؟ تغيب عنه أشياء. تمام كده؟ مش بقى سيدنا أبو العريف اللي تسأله في كل حاجة يجاوب، هو عنده إجابة لكل حاجة. ده بقى منطق الجهل، هذا منطق الجهل. منطق الجهل هو أن تسأله عن كل شيء فيفتيك في كل شيء، وكأنه يعني ده يعني خلاص حاجة تانية خالص. تمام؟ أي يبقى شوف الصحابة رضي الله عنهم يقول هل ورد التفث في شيء من كلام العرب؟ وسيدنا ابن عباس كان يحفظ شعر العرب، كان يحفظ كثيرا من شعر العرب، وكان مسائل نافع بن الأزرق مع سيدنا عبد الله بن عباس مشهورة، حين جاءه في صحن الحرم وسأله عن ألفاظ في لغة العرب هل وردت في القرآن الكريم، فكان يجيب بالشعر ويجيب من شعر عمر بن أبي ربيعة، ويقولون له يا إمام نضرب إليك أكباد الإبل لنسألك عن شيء في القرآن فتجيبنا بشعر هذا الماجن الخبيث اللي هو عمر بن إيه؟ ابن أبي ربيعة، فيجيبهم بشعره، فيجيبهم بإيه؟ بشعر عمر بن أبي ربيعة، ويخطئهم في نطق الشعر أيضا. أيوة طيب. نعم. وكان يقول هل في اللغة تفث في شيء من كلام العرب، وإنما أخذوه عن أهل التفسير على ما عقلوه من مراد الخطاب، فأما المعاني التي تحملها الألفاظ. هو كده تكلم، هو يتكلم عن عناصر الكلام الثلاثة: الألفاظ والمعاني والنظم، اللفظ والمعنى والإيه. انتهى من اللفظ في هذه الفقرة، وذكر أن اللفظ مع أنه يمكن الإحاطة به إلا أن الإحاطة به لا تكون إلا لنبي. وأورد عن الصحابيين الجليلين الكبيرين رضي الله عنهما سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أورد عنهم هذه الكلمات التي لم يعرفوا معناها، التي إيه؟ لم يعرفوا معناها. ثم سيتجه إلى العنصر الثاني وهو عنصر المعنى، ثم سيتجه بعد ذلك إلى العنصر الثالث وهو عنصر النظم. طيب إذا كان هذا في الألفاظ فكيف بالمعاني؟ والمعاني بلا ريب أوسع من الألفاظ، المعاني التي يعبر عنها أوسع من الإيه؟ أوسع من الألفاظ. وإذا كان هذا في المفردات والألفاظ فكيف بطرق النظم؟ لا شك أوسع. تمام ولا إيه؟ كمل اسمه. قال رحمه الله: فأما المعاني التي تحمله الألفاظ فالأمر في معاناتها أشد، لأنها نتائج العقول وولائل الأفهام وبنات الأفكار. وبنات الأفكار، أبو تمام الرائع يقول خذها، عن قصيدة كتبها يقول إيه: خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى، والليل أسود حالك الجلباب. خذها، يعني خذ هذه القصيدة، خذها ابنة الفكر المهذب، ابنة الفكر الايه؟ المهذب، تهذيب المعاني وترقيق المعاني واصطفاء المعاني. خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى، يعني أنا كتبتها في غاية التركيز، وأنا في غاية التركيز، لأن ربما النور والضوء يذهب شيئا من تركيز العقل، ولذلك اختار الدجى. خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى، والليل أسود حالك الجلباب، يعني أنا كتبت هذه القصيدة واستحضرت معانيها في نفسي وأنا في غاية من يقظة العقل،
وفي غاية من تركيز النفس، والليل أسود وإيه حالك الجلب، غاية التركيز، غاية الصفاء. تمام. طيب، إذا كانت المعاني وهي بنات الأفكار وولائد العقول، لا شك أن هذه المعاني أمرها أشد من أمر الألفاظ، أمرها أشد من أمر الإيه؟ أمرها أشد من أمر الألفاظ. فأما المعاني التي تحملها الألفاظ فالأمر في معاناتها أشد، لأنها نتائج العقول وولائد الأفهام وبنات الأفكار. وهذا يعني كما قال علماؤنا، العلم علمان. العلم إيه؟ علمان، علم رواية وعلم دراية. علم الألفاظ هذا علم رواية، لأنه أنت تروي تعرف ألفاظ العرب، أقصاه أنك تعرف إيه ألفاظ العرب، وهذا يكون عن طريق الأخذ والتلقي والمشافهة والرواية وكثرة القراءة. أما صياغة المعاني والوصول إلى 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 المعاني الجليلة الجديدة الرائقة النفيسة، فهذا إنما تصل به عن طريق الفكر والتفكير والدراية، عن طريق الإيه؟ الفكر والتفكير والدراية، هو تعب عقل وكد عقل وكدح عقل. ولذلك قال، شوف عبارة جميلة جدا، فأما المعاني التي تحملها الألفاظ فالأمر في معاناتها أشد، ونعم ما قلت، ونعم ما قلت، لأن الوصول إلى الجديد في المعاني، الوصول إلى المعنى المبتكر وإلى الشيء الجديد، وهذا مما يعز ويصعب، هذا مما يعز وإيه ويصعب. وإنما تقاس مقدرة أهل العلم بما وصلوا إليه من روائع المعاني، وتقاس منزلة الشعراء والأدباء بما وصلوا إليه من روائع المعاني، ما وصلوا إليه من روائع الإيه؟ من روائع المعاني. فالمعاناة فيه أشد، التعب فيه أشد. قال لماذا؟ قال لأنها نتائج العقول، ده مش أمر يتوقف على أن تأخذه عن عالم، ممكن تأخذ الألفاظ عن العلماء، ألفاظ اللغة قد تؤخذ عن مشافهة الأعراب، تنزل في الصحراء وتشافه الأعراب، تقرأ في معجم، تقرأ في إيه؟ فيعطيك ألفاظ اللغة أو كثير من ألفاظ، كثيرا من ألفاظ اللغة. أما الوصول إلى جديد المعاني فهذا لا يكون إلا عن طريق تفكيرك أنت واختراعك أنت وابتكارك أنت، وهذا شيء صعب جدا. ليس كل إنسان يستطيع أن يصل أن يبتكر معنى، أن يبتكر إيه؟ أن يبتكر شيئا جديدا في المعاني، لأنها نتائج العقول وولائد الأفهام وبنات الأفكار. طبعا هذا الكلام كله من إضافة المشبه به للمشبه، أي لأنها كالولائد للأفهام، شبه الأفهام كالولائد للإيه؟ للأفهام، وكالبنات للأفكار، بنات للإيه؟ للأفكار. ها كمل سيد. قال رحمه الله: وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق، نعم، فيها الحذق، اكتب فوقها المهارة، اكتب فوقها الإيه؟ المهارة، الحذق والمهارة. أيوه. ها. لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني، وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضه ببعض، فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان. حقيقة أنت تعجب لهذه اللغة، ولذلك الكندي الفيلسوف حين جاء لأبي العباس المبرد وقال له: إني أجد في كلام العرب حشوا، قال: وما هو؟ قال: يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد، أساليب ثلاثة، تراكيب ثلاثة، والمعنى إيه؟ واحد. أبو العباس المبرد بقى يعني عالم لغة،
الكندي فيلسوف يقول له إني أجد في كلام العربي حشوا، لأنهم استعملوا ثلاثة تراكيب بمعنى واحد، وهذا عبث. ما دام يغني عن المعنى تركيب واحد، إذن التركيبان المتبقيان لغو وعبث. إذا كان يجدي في المعنى أن تقول عبد الله قائم، يبقى إن عبد الله قائم وإن عبد الله لقائم كلاهما لغو، كلاهما عبث. فقال له المبرد: ليس حشوا، وإنما يقولون عبد الله قائم لخال الذهب، لخال الإيه؟ إذ ليس عنده فكرة عن المعنى، فيعطونه المعنى بدون توكيدات، بدون إيه؟ توكيد. ويقولون إن عبد الله قائم بإن توكيد واحد أو فقط للشاك والمتردد، ويقولون إن عبد الله لقائم بلم التوكيد للمنكر في 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 جواب الإيه. فكل واحد من الثلاثة له خطاب. خلز له طريقة في الخطاب، الشك والمتردد له طريقة في الخطاب، والمنكر له طريقة في الإيه. أنت قد تظن أنه واحد، أنت قد تظن أن الثلاثة واحد. يا سيدنا، الثلاثة ليست واحدا، تمام ولا إيه؟ فانظر إلى 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 الدقة في نظوم العرب، وأنك لا تغير كلمة إلا تغير المعنى. ما دمت غيرت كلمة في الجملة تغير الإيه؟ لا تغير حرفا إلا تغير المعنى، أعطاك شيء جديد تماما. وهو ضرب قبل ذلك مثلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، طب عن صلاتهم وفي صلاتهم، طب لما قال عن صلاتهم ولم يقل؟ وظهر فرق. يعني أنت لو غيرت حرفا واحدا اختلف المعنى تماما. عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها حتى يضيع وقتها، وهؤلاء توعدهم الله بالويل. إنما في صلاتهم ساهون، السهو في الصلاة سهو في عدد الركعات، ومن منا لا يسهو في عدد الركعات. ولذلك من رحمة الله بنا أنه قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. انظر، حرف واحد غير معنى الجملة تماما. فهذه السعة في النظم، السعة في طريقة نظم الكلام، لا شك بحر متلاطم كبير جدا. نعم، كمل سيدي. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناه، فقد علم أنه ليس المفرد بضرب اللسان وطلاقته كافيا لهذا الشأن. تمام، يعني ليست القضية قضية ألفاظ، أن تحفظ كثيرا من ألفاظ اللغة، ليست القضية أن تحفظ كثيرا من ألفاظ الإيه، ليست القضية قضية ألفاظ. تمام ولا إيه؟ ولذلك كان الإمام عبد القاهر يقول، وهذه الفكرة لعل هذا هو الأصل فيها، يقول إنك لو حفظت صبيا في الكتاب كتاب عبد الرحمن، لو حفظت إيه صبيا في الكتاب في الكتاب كتاب إيه، كتاب عبد الرحمن، هو عبد الرحمن الهمذاني، كتاب ليه كتاب في ألفاظ اللغة، ليه كتاب في إيه، في ألفاظ اللغة، جاب ألفاظ اللغة في الغريبة، يعني جاب كثير من ألفاظ اللغة. تمام، كتاب عبد الرحمن الهمذاني له كتاب في ألفاظ اللغة. ها، أيوة، لو حفظته هذه الألفاظ أيكون أفصح الناس؟ ها، أبدا، لن يعدو أن يسمع لك هذه الألفاظ، أن يسرد لك هذه الألفاظ. أما أن ينظم منها نظوما عالية ويركب منها تراكيب بلاغية عالية، فهذا شيء آخر تماما، هذا شيء آخر. إيه؟ فليست القضية بضرب اللسان، يعني بسلاسة وكثرة استعمال الألفاظ، ليست القضية بهذا. تمام. ها، ولا كل من أوتي حظا من بديهة وعارضة كان ناهضا بحمله ومطلعا بعبئه ما لم يجمع إليها سائر الشرائط التي ذكرناها على الوجه الذي حددناه. الشرائط اللي ذكرها إيه؟ ها؟ لفظ حامل، ها؟ ومعنى به قائل، ها؟ ورباط بينهما إيه؟
الشرط اللي ذكر أحسن أفصح الألفاظ ها في أحسن نظوم الكلام في إيه مع 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 مع, مع أحسن المعاني والتراكيب. هذه هي الشرائط الثلاثة التي ذكرها. أما كونك تأتيني بالألفاظ فقط أو بالمعاني فقط أو بالنظم فقط هذا ليس مما اشترطناه. وأن لهم ذلك ومن لهم به. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تمام، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما ما ذكروه من قلة الغريب في ألفاظ القرآن بالإضافة إلى الواضح منها فليست الغرابة مما شرطناه في حدود البلاغة. ضع خطا تحت هذه لأنها مهمة جدا. ليست الغرابة شرطا في البلاغة، يعني ليس البليغ هو من يكثر من استعمال الغريب بحيث نقول إن فلانا استعمل 5 ألفاظ غريب وفلان أبلغ منه لأنه استعمل 10 ألفاظ غريب. لا 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 هذا لا تقاس البلاغة بهذا، لا تقاس البلاغة بكثرة استعمال الألفاظ الإيه الغريبة، لا تقاس البلاغة بكثرة استعمال الألفاظ الغريبة. ها، وإنما يكثر وحشي الغريب في كلام الأوحاش من الناس. نعم. والأجلاف من جفاة العرب. نعم. الذين يذهبون مذاهب العنجهية. 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 نعم. ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير له. نعم. إذن القضية ليست قضية غريب، القضية قضية مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما يقول علماء البلاغ. أن تعرف لكل مقام المقال الذي يحسن فيه وأن تتخير له المناسبة التي يحسن فيها وأن تنزله منزله وأن تتخير له الموقع المناسب وأن تتخير له النظم المناسب وأن تتخير له وهكذا. فليست المسألة، لو كانت البلاغة باستعمال الغريب لكانت الأعراب الجفاة الذين يكثرون من استعمال الغريب في الذروة والسنام، في الذروة والإيه والسنام. ولكن المسألة كما قال لا تقاس بكثرة الإيه الغريب. احنا لسنا في مسابقة نقول فلان استعمل 5 ألفاظ من الغريب وفلان زاد عليه 5 وفلان زاد على الثاني 10 وفلان زاد على هذا 20 يبقى أكثرهم غرابة أبلغهم. لا، ليست المسألة هكذا. المسألة هي في تخير النظم المناسب، في أن تخير التركيب المناسب وهكذا. نعم. وإنما يكثر وحشي الغريب في كلام الأوحاش من الناس والأجلاف من جفاة العرب الذين يذهبون مذاهب العنجهية ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير له. حط خط تحت تقطيع الكلام، تنزيله، التخير له. هي دي أساس البلاغة. أساس البلاغة أن تحسن التركيب، أن تتخير له الموقع المناسب، أن تتخير له الأفضل، أن تتخير له الإيه؟ الأفضل. إذن البلاغة لا تقاس بالغرابة أبدا على الإطلاق، البلاغة لا تقاس بإيه؟ بكثرة الغريب. نعم. وليس ذلك معدودا في النوع الأفضل من أنواعه. نعم. وإنما المختار منه النمط الأقصد الذي جاء به القرآن. يا سلام يا أخي، هذا الرجل كأنه ألهم الصواب إلهاما. يقول كلمة جليلة جدا، وإنما المختار منه، يعني المختار في البلاغة، المختار في البلاغة والفصاحة، النمط الأقصد الذي جاء به القرآن. نمط الوسط، هذا النمط المحير الذي جاء به القرآن الكريم الذي أعجز العرب. لا أفرط، لا هو أفرط في استعمال الغريب، في غريب نعم، ولكن الألفاظ الغريبة قليلة، أكثر ألفاظه سهلة. لكن انظر إلى التركيب، انظر إلى النظم، انظر إلى حلاوة الانسجام والتناسق، انظر إلى أشياء كثيرة جدا في القرآن. هذه هي التي عليها المعول، وليست العبرة باللفظ. تمام. نعم. أيوة.
العنجوية التنطع زي ما قال كما قال زميلك. نعم. وهو الذي جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة. حط خط تحت دي واذكر أنه قال قبل ذلك إن من البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم أنه جمع بين صفتي الفخامة والعذوبة، أخذناها قبل ذلك. قال من البلاغة الخاصة في القرآن الكريم أنه جمع بين صفتي الإيه؟ الفخامة والإيه؟ والعذوبة. وقد يعد من ألفاظ الغريب في نعوت الطويل نحو من 60 لفظة. نحو من 60 لفظة. أكثرها بشع شنع. يعني وصف الطويل يقول إن اللغة فيها نحو من 60 كلمة تستعمل معناها الطويل. معناها ليه؟ تستعمل في هذا المعنى. 60 كلمة في اللغة تستعمل بمعنى الإيه؟ وهذا شيء عجيب جدا. هو الرجل ده أخذ يحصي ألفاظ اللغة في الطويل ووصل بها إلى 60، ووصل بها إلى إيه؟ 60. يريدكم حد يجمع ألفاظ اللغة في اللغة، ألفاظ طويل، الكلمات التي تدل على الطويل في اللغة ويرتبها ويشوف هي فعلا 60 ولا لا. هذا صنعه الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، صنعه مع أبي العلاء المعري. أبو العلاء كان ضريرا، فعثر وهو يمشي في الطريق برجل ملقى في الطريق، فقال له الرجل: ألا تراني يا كلب؟ ألا تراني إيه؟ يا كلب. فاستثار أبا العلاء فقال له بهدوء: الكلب فينا من لا يعرف للكلب 70 اسما في اللغة. الكلب فينا إيه؟ ها؟ من لا يعرف للكلب 70 اسما في اللغة. مرت القرون ومضت، وهذه الكلمة صادفت عقل الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي بعد كذا قرن من الزمن، فعكف على معاجم اللغة وأخذ يستقرئ أسماء الكلب ووصل بها إلى 70. ولم يكتفي بذلك، بل نظمها في أرجوزة. يا سلام، عملها إيه؟ نظمها في أرجوزة وسماها التبري من معرة المعري. التبري إيه؟ من معرة. وهذه الأرجوزة يعني أنا كنت قرأتها في مخطوطة في دار الكتب منذ زمن طويل، اسمها التبري من معرة الإيه؟ يعني الكلب له 70، له 70 اسما في اللغة. الشيخ يقول إن الطويل له 60 كلمة تعبر عنه في اللغة، وثم أورد بعضها وقال: كالعشنق والعشنط والعطنط والشوقب والشوذب والسلهب والقوق والقاق والطوط والطاط. كل دي من الألفاظ اللي بتستعمل بمعنى الإيه؟ الطويل. فاصطلح أهل البلاغة على نبذها، يعني الألفاظ دي كلها معيبة، اصطلحوا على إيه؟ على نبذها وترك استعمالها في مرسل الكلام، واستثقلوا الطويل، يعني استثقلوها لأنها طويلة، استثقلوا هذه الألفاظ لأنها إيه؟ طويلة. وهذا يدلك على أن البلاغة لا تعبأ بالغرابة ولا تعمل بها شيئا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. طويل، ما جابش لا عشنق ولا عطنط ولا 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 مثل هذا. ولذلك هذا يفتح بابا، يفتح بابا جليلا جدا، وهو انظر إلى الكلمات المستعملة في معنى الكلمة القرآنية، وابحث لماذا استعملها القرآن، لماذا آثر القرآن الكريم هذه اللفظة على غيرها. ستجد أن وراء هذا علما جليلا، وأن وراء هذا أسبابا نفيسة، وأن وراء هذا بابا من الأبواب المهمة التي قل طارقوها، التي قل إيه؟ التي قل طارقها. إذا كان الجلال السيوطي رحمة الله عليه عكف على مسألة الكلب وجمع له 70 اسما في اللغة، فمن منا يجمع أوصاف الطويل
60 وصف، 60 كلمة، إلا أكثر من 60 كلمة، نحو 60 لفظة كما ذكر. هو الناس دي كانت فاضية؟ يجمع للطويل أوصاف الطويل، يعني السطر ده سطر واحد وراءه جهد طويل، وراءه تعب طويل، وراءه نصب طويل في لغة هذه الأمة وفي تراث هذه الأمة، حتى أحصى 60 لفظة بمعنى الطويل. ثم نظر فلم يجد أن القرآن استعمل منها إلا كلمة الطويل فقط، لم يستعمل السلهب ولا الشوقب ولا القوق ولا القاق ولا استعملها الشعراء، ولا استعمل كثيرا منها الشعراء. فهذا باب جليل من أبواب العلم لا يزال مطويا على دفائن، ولا يزال مطويا على كنوز، وهو التدبر في ألفاظ القرآن الكريم. وكان الرافعي رحمة الله عليه يقول: لو فليت اللغة، لو جئت بلفظ في القرآن ثم فليت ألفاظ اللغة كلها على أن تجد لفظا يكافئه أو يسد مسده، ما استطعت أن تجد ذلك. اجمع ألفاظ اللغة التي في كل معنى، وحاول أن ترى صواب هذه العبارات التي ذكرها العلماء، فإن هذا باب جليل من أبواب العلم. يعني حسبنا هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.